ممتاز. أمس كنت في كاترينبورغ أرينا، واليوم كنا في كريستوفسكي وشاهدنا الأعمال تتم بالشكل المطلوب. بالنسبة لمجموعة منتخب مصر وروسيا وأوروغواي والسعودية، كيف تراها؟ كما أن هناك مثال الأعداد البطيء والوصول السريع من الأسلوب الروسي، هناك حكمة شعبية أخرى لمحاربة الأعداء قديما تسمى إرم الطاقية على عدوك كتقليل من قوة المنافس. مساء قرعة المونديال، أغلب المشجعين الروس تأكدوا من وصول المنتخب الوطني إلى ربع النهائي بعد مواجهة السعودية ثم مصر ثم الأوروغواي. البعض منهم اعتقد الحصول على 7 نقاط، والبعض الآخر قال 9 نقاط. هذا تفكير طبيعي مثل ما حدث في عام 2002 في اليابان وكوريا. كانت مجموعتنا تونس واليابان وبلجيكا، وأيضا كنا متوقعين 9 نقاط، ومن كان يعلم. ونفس النغمة كانت في 2014 مع مباراة الجزائر، فنحن في المعتاد ننتظر الكثير ونحصل على القليل. أعلم بالتأكيد أن الروس علموا بمحمد صلاح في آخر عام عندما حصل على لاعب العام في الفريق الإنجليزي. قبل ذلك لم يعرفونا. نعم، لم يكن يعرفه أحد. أنا أتذكر صلاح جيدا عندما كان شابا صغيرا في نادي بازل، عندما لعب زينت خلال الدوري الأوروبي، والكل كان مندهشا من هذا الفتى الذي يقف على جناح الملعب ليس له تأثير. من كان يعلم وقتها بشأنه، فمن الخطأ الحكم على المدى البعيد في تقييم لاعب من كان يعلم أنه سيحظى بكل ما هو فيه الآن. من يتابع أخبار كرة القدم يفهم أن منتخب مصر على ما يرام، وأعلم أن حارس المنتخب المصري الأساسي أصيب ولن يلعب في المونديال. بل هناك 3 حراس مرمى. حراس المرمى أكثر من حارس. نعم، ولكن هو ليس أساسيا. نعم، هو ليس حارس مرمى مصر الأساسي. أما بالنسبة للمنتخب الروسي، من المعروف أن هناك لاعبين أساسيين لن يلعبوا مع المنتخب بسبب الإصابات، واللاعبون الحاليون ليسوا بنفس الكفاءة، الأمر الذي سيعطي لصلاح التفوق ولو لمرة واحدة على الأقل. في المباراة التي ستجمعهم هنا بين مصر وروسيا في سان بطرسبرغ أرينا، هو اسمه هكذا فقط وليس لديه مسمى آخر. وبالنسبة لفيفا هو اسمه سان بطرسبرغ أرينا، أما بالنسبة لنادي زينت الذي استلم إدارة الاستاد لم يختار اسما بعد، وسوف تكون هناك مناقصة لاختيار الاسم. أما اسم كريستوفسكي فهذا الاسم أتى من صحفيين رياضيين من موسكو ونحن لم نعد نتذكره. أما أجندة المنتخب الروسي في هذه المجموعة، كأن كرات المنتخب في القرعة كانت دافئة، فبداية المنتخب مع السعودية التي تعتبر ليست أقوى دولة في كرة القدم، ثم معكم ثم أوروغواي، هكذا جدول مثالي. لكن لا نريد الوقوع في الخطأ القاتل، ولا نقلل من تقييم مباراتنا مع مصر أو حتى مع السعودية، فأنا أعلم أن المشاهدة ستكون ممتعة ومثيرة، وسنعلم ذلك في شهر يونيو.